السلام عليكم، معكم الشيف عبد الباسط البخاري. كنتمنى ان شاء الله كلشي يكون مزيان وفي صحه جيده. الحلقه ديال اليوم ان شاء الله غادي نخصوها كيفاش غادي نغلفوا لاطارت ديالنا. هاد لاطارت هادي عملتها ديال لاموس، ان شاء الله غادي نغلفوها بلاباط سكري او بلاباط داموند، يعني ديال اللوز او ديال السكر، يعني بحال بحال طريقه واحده. هنايا نسيت ما طلقتش، يعني ما على حسب الورقه كما غادي نطلقها. يعني كنعمل واحد شويه ديال السكر كلاص وكنطلقوا عليها الورقه مزيان حتى كتجي في هذا السنك هذا فيها واحد مليم بحال هكذاك، يعني رقيقه، ما خصناش نعملوها تكون غليظه، خصها تكون رقيقه. وهنايا ان شاء الله غادي نشوفوا الطريقه كيفاش غادي نجمعوها وكيفاش غادي نطلقوا. الناس اللي ما كيعرفوش مبتدئين، كنتمنى ان شاء الله تجربوا بهذه الطريقه. هذه كتكون في كل جيلاتور، يعني راها جامده. وهنا ان شاء الله غادي نغلفها وتشوفوا الطريقه. هنا كنجيبوا واحد المطلق بحال هكذا هنا وكنروليو هنايا وكنجيو بهذه الطريقه هذه. هنا كنخليوها شايطه شي شويه لتحت هنايا وكننزلو ونجيو بحال هكذا هنايا وكنمشيو معاها غير بلاتي هي احسن بحال هكذا. وهادي هنا ملي كنخرجو هنايا برا صافي كنطلقوها، يعني خصها تكون شايطه هنايا برا وما تكونش يعني خاصه. دائما خصنا نكونو الورقه نطلقوها كتار من كيسميتو. هنايا كما كتلاحظوا يعني تقريبا جات هنايا نيشان، ولكن راه شايطه واحد شويه. وهنا كنبقى ندخلو بحال هكذا، يعني بقى نجيو غير بشويه وكنقادوها بحال هكذا. هنايا وكنزيدو نحيدو هاد الزوائد هادي بحال هكذا. هانتوما راه يعني كتكون مزيان ما كتقطع ما والو. هنايا غير خصنا نعرفو كيفاش نمشيو معاها باش يعني نقادوها مزيان. هنايا بحال هكذا، يعني كنمشيو معاها كنقادوها مزيان، خصها ما تجيش مكمشه ولا بحال هكذا. يعني هذاك التكماش ديالها كنقتلوه هنا بحال هكذا. نتمنى ان شاء الله تبان لكم. ولا هنايا بحال هكذا كنمشيو كنقادوها مزيان بحال هكذا. هانتوما كيفاش كيجي الجانب ديالها، كيجي مقاد ما فيهش داك التكماش ولا شي حاجه. هاد العجينه خصكم تجمعوها عاوتاني باش تخليوها باش ما تنشفش، رجعوها نعملوها في شي بلاستيكه باش ملي نبغيوها نحتاجوها عاوتاني. وهنا ملي تبغيو تجبدو عاوتاني تزيدو تعملو شي حاجه اخرى، راه كتكون دائما كتخليو العجينه بحال دابا. هادي مازال ما قصتهاش بحال هكذا، غادي نزول منها باش غادي نزوق وباش غادي نعمل. يعني كما هذه يعني هنايا لونتها، كاين اللي عملتها بيستاشيه وكاين الغوز بحال هكذا باش تزوق لاطارت ديالنا ان شاء الله. هنايا كنجيو مثلا بحال هكذا بسباتول ولا بشي حاجه كنقادوها مزيان بحال هكذا. هانتوما كيف جات، نقرب لكم باش تشوفوا مزيان. هانتوما هنايا ان شاء الله كما كتلاحظوا دابا هذه ان شاء الله غادي نعملها على واحد الزاجة، يعني في واحد البياس مونطي. هذيك ما غاديش تصلح لي كيفاش غادي نعمل، والمهم فاش غادي نقادها ان شاء الله غادي نوري لكم كيفاش
كيفاش يعني الوجه ديالها الاخير. وهنايا كما كتلاحظوا هادو غادي نعمل ليهم واحد الديكور. وهنا مازال غادي نغلف واحد لاطارت صغيره هنايا. كما العجينه ديال السكر هو هذا كما كتلاحظوا هنايا، كنخدموها شويه بحال هكذا يعني باش كترطب. ملي كنخدموها شي شويه بحال هكذا كترطب لنا باش تسهل يعني تطلق، ما تخدموهاش هكذاك ملي كتكون هادي ما تعطلات بزاف في الثلاجه يعني كتشرب كتولي قاصحه مع داك الجليكوز ومع داك السي ام سي حتى هو كتجي معلكه. هذا بقى هكذا صافي، ها هي ارتبط. انتما دابا بحال هكذا نقدوها مزيان بحال هكذا، نشوفو نطلق بحال هكذا. الورقة تجي رقيقة بزاف. هنايا نعملو ليها دابا شوية ديال السكر يعني غير قليل، باش لحقاش ملي كتولي رقيقة بزاف باش متقطعش ليكم. دابا غادي نقدم مزيان ونولي معكم باش ما يطولش الفيديو بزاف. هانتوما هادي هي لاطارت ديالنا كما كتلاحظوا، يعني هادي حتى هي كل جولية يعني كل جيلاتور ديريكت لهنا. وهنايا كما كنلاحظوا هنايا ملي كنجيو نهزو هاد الورق يعني ديريكت كنحطوها هكذا على الوسط وكنمشيو نقادو الورق ديالنا بنفس الطريقة باش قدينا قبيلة. علاش هزينا هادي يعني غير بلا ما نعملو هاد المطلق هذا، يعني بحيث بقى يعني صغيرة، ماشي بحيث صغيرة يعني كتغلب عليها، ماشي بحالا كانت كبيرة ولا ديك الساعة كتبقى صعيبة شي شوية. ودابا غادي نغلف هادي بنفس الطريقة باش غلفت هادي. دابا انتما كما كتلاحظوا هي دابا يعني مقادة مزيان. دابا ان شاء الله غادي نعملو ليها الديكور ديالها السميطات والوريضات ان شاء الله. وهنايا غادي نجيبو مثلا بحال هذا السيليكون هذا ديال الزواق، وخصنا يكون نقي ما يكونش فيه شي حاجه يعني بحال هكا شي غبره ولا شي حاجه. دائما حاجه ملي كتحطوها مع الحوايج ديال الحلوه وداكشي لا بدا كيلصق فيهم داكشي ديال، دائما خصها تكون نقيه. ولا غادي نعمل واحد العجينه مثلا وكدوزها فيهم كاملين وكتحيد تلوحها مثلا بحال هكذا كدوزها فيهم كاملين باش كيلصق داكشي كامل كيزولو ديك الساعه اللوحه وديك الساعه نخدم الحاجه اللي بغيت. وهنايا مثلا بحال دابا هذه دابا راه نقيه. هنايا دابا غادي نعمل بحال دابا هاد العجينه غادي نرققوها بحال هكذا. دابا الحال بارد راه يابسه. هكذا كنزولو نعملو ديكور واخا ما عملناش هنايا السكر ولا شي حاجه، وكنشوفو الزواقه اللي بغينا واش هادي ولا هادي ولا هادي يعني اللي حبيناها. بحال دابا غادي نعمل انا هادي بحال هكذا. هنايا كنبريسيوها شويه مزيان بحال هكذا هنايا، ونجيبو واحد سكين ولا شي حاجه اللي ما خصهاش، نجيب واحد الكوربات
يعني بحيث هاد العجينة باقا ما نطلقاش مزيان، كنطلقها مزيان حيت كانت في الثلاجة باردة بزاف. هنايا بحال هكذا كنزولو العجينة ديالنا بكل سهولة بحال هكذا. هانتوما هادي هي الزواقة اللي غادي نبغيو نعملوها بحال هكذا، كنتمنى ان شاء الله تبان لكم. هنايا وتجي في الجنب ديال الطارت بحال هكذا وتمشي معها كاملة ان شاء الله ملي غادي نسالي هاد الطريقة، يعني بهاد الطريقة باش غادي تمشيو. وان شاء الله ملي غادي نبغيو نعملو شي وريضات ولا غادي نعملو وريضات مثلا بالغوز والوريقات ديالو ولا ديكورات اي حاجة تعملها لهاد لاطارت ديالكم ان شاء الله. دابا ملي غادي نسالي هاد الديكورات هكا هاد السميطات وغادي نولي معكم باش نشوفو الديكور دابا فاش ساليتها كيفاش صبحات الديكور ديالها. الوجه ديالها الاخير كما كتلاحظوا، كنتمنى ان شاء الله تنال اعجابكم. وانتم هذه بياسه ديال زفاف سعيد كما كتلاحظوا، كنتمنى ان شاء الله تنال اعجابكم. وما تنساوش اللايك الفيديو والبارتاج مع الأصدقاء، ولكم جزيل الشكر. انتما شوفوا الباندا ديالها، يعني الباندا ديالها كتطلع رائعة بالسيليكون اللي وريتكم. هنايا الوريضة ديالها كنتمنى ان شاء الله يكمل عليهم الخير. دابا وصلنا لنهاية الحلقة، ولكم جزيل الشكر، وإلى اللقاء في حلقة قادمة ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.